الله يبارك فيك، شكرا. فموسى سالي قوتو عنبر تلقى نجاح كبير بفضل بزاف ديال الناس، ماشي واحد ولا جوج، بفضل ليكيب كامله، سواء التقنيين اللي سهروا على هذا العمل، المخرج محمد نصرات، الكتابه ديال السيناريو اللي كانت محبوكه، اللي دخلت المشاهد وسط ليستواغ، من ساميه اقريو، جواد الحلو، و نولا نورا السقلي اللي كانت معانا في التشخيص، اللي لعبت الدور ديال عنبر الام ديالي. فهادشي كامل كان عاون المسلسل باش ينجح. والانتاج اللي هو الكل في الكل، شركه ديسكونيكتد، والمنتج خالد نقري، عاد باش كنجيو المشخصين، عاد باش كنجيو الممثلين اللي كيكملوا، اللي المخرج شافهم كل واحد في البيرسوناج اللي عطاه، كل واحد هذا اللي غادي يلعبوا كيشوفها قبل، حيت كان عنده السيناريو قراو كلهم، كانوا حداك اللي كاتبين السيناريو راه متخيلين لي بيرسوناج كيفاش غيكونوا. فكان كل انا لو شوا ديال كل واحد كان كمل في لي تورناج، في الخدمه، في البريباراسيون اللي كانت قبل، العربي، الكوتش اللي كان معانا كاملين وعاوننا بزاف. فكنظن ان هذا النجاح، هذا النجاح اللي جا من مورا الخدمه اللي تخدمت بحب وبصدق وبعمل. حس لي شرف انني لعبت مع ممثلين كبار، وهذه غيزون دو بلوس انني باش كتلعب مع ممثلين كبار كيعاونوك بزاف، سورتو البارتنير ديالك اللي كتكون كتلعب معاه بزاف لي سيكونس، فهو كيهزك ولا كيقدر يهبطك في النيفو. كانت معايا فاطمة زهرة قنبوع اللي تبارك الله عليها مشخصة كبيرة، اللي لعبنا الدور وكان خلى الناس ولا المشاهدين كيسيرتو لي ميساج كيتيقوا داكشي، يقولنا واش هذاك ليستوار دامور اللي كانت بيناتكم واش فري كاينه، ولا حيت ممكن هذاك لي روغار اللي كيشوفو من بعضياتنا هذا، ومازال جايين احداث قويه اللي غادي تقلب فيهم الغالي. كان لي شرف انني نلعب ونقف قدام ممثلين كبار في حال هذا، وشكرا على اي واحد دار ثقه في ربيع صقلي باش يلعب داك الدور. انت جيتي عندي شتيني فين ساكن؟ كاين لا فيلا لا بيسيلا، طلعتي في الدروج حيت الصباط قبل ما تدخلش، وراه داكشي اللي كاين. لا بعيد بعيد كل البعد على الشخصيه، الغالي معتمد على والديه كثار، والدي اللي داروا ليه المحل، ربيع لا كيخدم على راسو برضه الوالدين وبالخدمه، يعني الدور بعيد عليا. مي لاج قريب ليا، انا لاج فاش كاين الغالي هو فاش كاين انا، يعني لاج كيحكم عليك انك مع من كتلاقى، لي جون، قصص الغرامية اللي كيعيش الشاب، يعني نفسها اللي طرات في الاحداث. فهادشي كيعاون ان مي كيكون الاختيار ديال الممثل في نفس لاج ديالو والانطوغاج ديالو، فهادشي كيزيد يعاونك مع 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 التركيب ديال الشخصيه قبل، ملي كتجلس وكتقرا الشخصيه كتسول المخرج هادي كيفاش ندير ليها، الكوتش كيفاش ندير ليها، اللي كاتبين السيناريو كتجي عندهم كتقول لهم فوالا. كان حسن الحظ معانا نورا السقلي اللي هي من بين الطاقم اللي كاتب ما بين لي سيناريست، وكانت معانا في بلاطو، كيف كانت هذاك كان المعاونه بعضياتنا. هادشي اللي خلى الغالي يكون زوين ويكونوا كاع الممثلين اللي معاه توب دو توب. هي بدات من شحال هادي اللي ما كيعرفش ربيع الصقلي اللي يلا شافو في حالك انت فهمتي يلا سيني. كان عندي الحلم من صغر انني ندير شي حاجه سميتها تمثيل ولا ندير المسرح ولا هذا. سولت الناس اللي كنعرف، قلت لهم شنو ندير انا، راه ما راه فوالا انا كنقرا انفوغرافي، ما كنقراش في ليزاتاك، ولكن الحلم ديالي هذاك شنو ندير. قال لي دير المسرح. قريت المسرح 3 سنوات عند الاستاذ زهير ايت بن جدي في نجوم سيدي مومن، اسوسياسيون عالي زاوية ديال نبيل عيوش، كان المقر ديالها في سيدي مومن، نجوم سيدي مومن، ودرت لاطولي ديال التياتر تما، تعلمت بزاف مع الاستاذ زهير ايت بن جدي. قال لي دوز لي كاستين، يعني حتى الناس اللي غادي يخرجوا خريجين ديال المعاد كيدوزوا لي كاستين مفتوحين للجميع، انه واحد يمشي يدوز كاستين، حيت بعض المرات كيكون سيناريو مكتوب وفوالا، هما جاو وحدين قارين تمثيل، جاو وحدين خريجين، جاو وحدين دايرين غير المسرح، جاو وحدين، ولكن البيرسوناج ما معطيش لهذاك السيد ولا هذاك المشخص. فيمكن انك انت وزهرك تقدر تطيح في هذاك، شحال من واحد كان مشى غير دوز كاستينغ وتعطاته فرصه باش انه لعب دور كبير. فبقيت كندوز لي كاستينغ، كان اول كاستينغ دوزته عند طارق رقاب، السلسله تاريخنا فخرونا،
واتعزلت فيه، قالوا لي فوالا راك تقبلتي مع المخرج انور المعتصم وكان هو المنتج، راه غادي تلعب الامير. انا كنت مازال في الكوغ ديالي كنقرا في الانفوغرافي، ومشيت باش مشيت فرحان كنقول لهم صافي انا ممثل، انا في قسم انا ممثل، راه تقبلت في واحد الدور الامير وداك الشيء خليني. مشيت كنجري غادي ناخذ سيناريو غادي هذا فينا محمس انا باغي نصور فينا اكسيون، قولوا لي طلقوني. شافني المخرج فاس قال لهم لا ماشي هو، انا فاس ماشي هو الكاميرا، سواء صغير على البيرسوناج سواء كبير على البيرسوناج. بقى فيا الحال راجع كنبكي كنقول لا ميمكنش وهذا، وصافي ورجعت وبقى فيا الحال وتصدمت سيرتو صبغت هذيك الفرحه الكبيره اللي هو انت شحال انت كدير غير مسرح وهذا وكتقول لا خصني نبان. من بعد عيطت ليا مرات انور معتصم مخرجه نوال بوطالب في تاريخ وانا فخرونا في شخصيه اخرى اللي هي خناتة بنت بكار، وبغاتني الامير محمد. قالت لي راه شوف راه انا اللي قلت لي ما تعزلوش، راه حيت بغيتك انت في الامير محمد، شفتك في شخصيه اخرى كانت جايه ما بغاوش يقولوا لي خلاف. يعني الحمد لله فرحت بزاف ومشيت ادي داك الشخصيه، كانت اول شخصيه احترافيه اول عمل احترافي داز. من بعد تخرجت في كوم انفوغرافيس وخدم خدمت انفوغرافيس بعد على الدومين ديال التمثيل من بعد، حيت كانوا فرص قلال كانوا يشوفوني انفوغرافيس، ومازال حد الان انفوغرافي كنديرها. خدمت 4 سنين في شركه ديال التكستيل واي بي كومباني، تعلمت فيها بزاف د الحوايج. كنقول ما يمكنش نضيع داك المسرح اللي درتو وداك الفن اللي فيه انايا اللي خل فوالو. التجأت للانترنت اللي التجأوا ليها العمالقة ديال العالم، شحال من واحد مغني دابا مشهور عالمي كون ما دارش كوفر في انترنت ما كانش غادي يعرفوا. الانترنت فتحات المجال بزاف الفنانين انهم يعبروا على الموهبة ديالهم، وانها كتوصل دغيا للجمهور اللي كتخطى بزاف ديال العقبات. انا كتقدر تلوحها غير في انترنت وكدير. فكريت لاشين ديالي في انستغرام، درت لي فيديو ديالي ديال الضحك اللي كنوجه فيهم رسالة عن طريق فقرات كوميدية، تلقاو نجاح كبير، تبارطاجاو بزاف، وسورتو كنشوف الناس لي كومونتير ديالهم زوينين، الناس كيبارطاجيو كيقولوا كوراج الوالد. فرحت عاود فيديو تاني تبارطاجات، درت من بعد بقيت كندير فيديوهات، وميم طون في الفيديوهات كندوز لي كاستينغ، مازال كندوز لي كاستينغ. هذا كنتقبل في اشهارات، كنتقبل في ادوار صغيره، حتى جا الدور ديال قصر الباشا مع انور معتصم. نيت كان قال لي راه غادي تلعب الدور ديال عمر في قصر الباشا، وهو دور كبير لي 3 شهور غادي تصوروا في صويره، كانت مدينة صغيرة وانا الخدمة عندي في كازا. فتما كان عندي لو شوا، سوا غادي نكمل في الانفوغرافي في الشركة اللي انا مرسم فيها وعندي سالير مونسيوال كيدخل لي كنخلص به الكرا ديالي مسائل هذا، ولا غادي نتبع الفن اللي جاتني دابا عمل قدر واش يجيني مرة اخرى فرصة ولا ما غادي تجيني ربح ولا ذبح. فكان اتصال ديالي بالوالد ديالي كنقول لي الوالد اشنو كاين، واخا هو ما عرفش في لي دومين ولكن الرضا ديالهم، ولا يقول لك تبع واحد الطريقه راه كتكون ميسره مع عند الله. كيقول قال لي شوف ولدي انت كتحلم بهذا الشيء من صغرك، درتي هذا الشيء من صغرك، جاك هذا الرزق سير كمل فيه. فطر ديال الوالد اللي زاد زعمني قال لي سير. قلت تفاهمت مع الباترون ديالي وسبن حتو اللي كنوجه لي تحيه، كان جون حتى هو وفهمني فهمني عرفني في هذا الشيء. قال لي شوف انا اللي غادي نقول لك تبارك الله عليك، دوزتي خدمه ديالك نقيه معنا في شركه وهذاك الشيء، الطريق الباب ديالك مازال مفتوح، يعني تمشي لما خذاك ارجع. مشيت صورت قصر الباشا، ساليت كان واحد الكاستينغ ديال واحد التيليفيلم نجم، دوزتو تقبلت فيه. من بعد عيط لي ياسين ميمون ديريكتور كاستينغ باش ندوز واحد الكاستينغ مع سعيد خلاف، المخرج سعيد خلاف اللي كنت كنحلم انني نتلاقى معاه، كانوا افلامه في السينما مسافات الميل بحدائي تفرجت فيه، يعني كنت فان ديال داك الفيلم. المخرج ديالو دوز وقفت حداه كنترعد، قال لي عندك ديمو؟ قلت له انا يلا بادي ما عنديش ديمو، عندي اعمال صغار ادوار صغار هذا. وقصر الباشا مازال ما خرج داك الساعه. قال لي فوالا نعطيك لا سيتوياسيون تلعب لي حياتي دوفون كاميرا هكا، لعبت لي سيتوياسيون. قال لي تري بيان سير. كنعيط ياسين ما واش تقبلت ولا ما تقبلش، قال لي راه مازال قلت لي حيت خصني نعرف راه دابا انا راه واقف هنا راه ما عارفش واش ندير هكا ولا هكا. عيطوا لي قالوا لي راك تقبلتي في عيون غائمه دور ديال محسن، صافي فرحت انا دور واحد اخر مسلسل مغربي. فبدا بديت كنشوف هذاك الاعمال، بديت كنشوف داك الضوء اللي كنت كنحلم به من الصغر بدا كيتحقق، ادوار هنا دور هنا دور هنا. مسالي عيون غائمه جاني دور ديال في دموع ورده اللي لعبت مع شخصيات كبار، ولد مجدولين ادريس ورفيق بوبكر مع مخرج ياسين فنان. صافي من موراها بدا ربيع انه كيعرف في الدومين، حيت الدومين صغير ملي كتخدم مع هاد شركه انتاج ولا شركه الانتاج فكيبقى البروفيل ديالك كيدور، ولا المخرجين راه كيتفرجوا راه كيجلسوا وكيتفرجوا، الا عجبهم شي بيرسوناج كيشوفوا الديريكتور كاستين كيعيطوا ليه فوالا بغينا هذاك الاسم ولا بغينا هذاك. فالحمد لله بقى ربيع سقلي بشويه بشويه من هاد، يعني كنت كنقول اه في اي حاجه من 2014 كنقول اه في افلام قصيره افلام طويله
ما عنديش مشكل، دور صغير دور كبير كنقول مخرجين كيدوزوا من الافلام القصيره، اي واحد كيدوز سي لا باز، كدير المسرح كتكرفص بزاف باش توصل لواحد الاوبجيكتيف ديالك. فانا بقيت متشبت بالحلم ديالي، والحمد لله من موراها جاني دور الارث، دور كريم في مسلسل الارث مع امين منى، والحمد لله اللي زوين. وانا خدمت مع بزاف المخرجين، ما بقيتش كنمشي مع مخرج واحد، كنعاود مع بزاف المخرجين، يعني اكتشفت بزاف الاعمال اللي مختلفه حيت كل مخرج والتكنيك ديالو. من موراها ساليت الارث، يا فاش جا مسلسل ياقوت وعنبر اللي هو دور البطوله، فرحت بزاف فاش غير عيطوا لي تقبلت ولا ما تقبلش. فالحمد لله باش نمشي ندوز هذاك الكاستينغ ونقف امام محمد نصرات المخرج كبير وتعطى لي الفرصه، فهذا بحد ذاته كان نجاح كبير. مشيت الحمد لله تقبلت في بيرسوناج، شفت السيناريو عجبني بزاف، حسيت بهذاك حسيت بالنجاح اللي كنشوفو دابا حسينا به من قبل، حيت كنشوف داك الوجوه اللي كانت كامله مشاركه معاك وتصور معلقين في الحيط، كنشوف كاملين واعرين تبارك الله، كاملين النفان ديالهم. فربيع سقلي كيجي باش يكمل داك العائله ديال تلمسي وليكيب كامله ديال ياقوت وعنبر. و الدور ديال مولاي احمد ديال عزيز الحطاب، اكيد ان عزيز الحطاب دائما كيصرا حرباء. بغيتك انا تكلم ليا حدا شويه على الدور ديال مولاي احمد. انا عزيز الحطاب كنعرفو قبل حيت كنعرفو جون، انا كنعرفو باقي صغير عزيز الحطاب، كنتريكر انا وياه كنضحكو. فاش شفتو بالبيرسوناج ديال مولاي احمد احترمتو من عند الله، ماشي جاني راجل كبير كنحترمو، مبقيتش كنضحك مع داك الضحك الضحك فين الصاط وداك الشيء ما كاينش، تيقتو مولاي احمد. واحد هذا كنقول ليه شوف راه كنحشم منك عزيز واش نضحك معاك نتريقلو في الكواليس ولا، كيقول ليه تريقل معايا اش من هاد الحياه بيضاء راه غنحيدوها. تبارك الله عليه بزاف قدوه ديالي حرباء في التمثيل، كل مره كنشوفو في بيرسوناج شكل كيفاش خدا داك الشخصيه ديال الاب ديالي وكيفاش لعب الحاج. بغيت تكتب لي بزاف على الشخصيه، على الشخصيه في الفيلم. انا جايك ليها مولاي احمد باش كيخليك ان الممثل هو انت عارف ورا صغير، وكيخليك انك تيق ورا باك، فتحيه كبيره للممثل. ومولاي احمد كان شخصيه اللي قريبه للغالي بزاف، حيت هو اللي كان في الاستوار كامله باغي الولد، الام ما كانتش باغا الولد، كتولد غير البنات، فهو الوحيد اللي كان طامع تقول فاش تزاد عنده الولد راه بغى يدير لي اي حاجه باش يكبروا في الشو. واخا كانت عن بركه كتبعد الغالي على مولاي احمد باش ما يولفوش بزاف، حيت عارفه هي الاستوار عارفه كي راه ماشي ولده، ولكن كان مولاي احمد قريب للغالي والغالي قريب مولاي احمد، كان هو نبيله ياقوت، الثلاثه اللي كان قريب لهم الغالي وكيعاود لهم الاسرار ديالهم وتيق فيهم. المسلسل ياقوت عنبر كيعالج بزاف المواضيع الاجتماعيه بزاف، كل شخصيه كتقدر تعالجك الموضوع، كل كوبل في هذاك المسلسل كيقدر يعالج العلاقات الغير شرعيه عند نوريا، عالج تعاطي المخدرات وشنو الاسباب اللي كيجيو من موراها عند حموده، عالج الكذوب واخا قد ما بقى كيقدر يتفرش عند عنبر ان الواحد يعرف يقول الحقيقه من الاول، عالج بزاف ديال الحوايج. كنتمنى ان الرساله تكون وصلت للمشاهدين، والحمد لله مزيان الناس كاملين كيشوفوا المسلسل وعجبهم، وحتى الناس اللي مازال ما شافوه واصدين لهم الاصدقاء كيدخلوا الانترنت كيطلعوا كيبقاو متشوقين كيشوفوا كيجي عندي يقول لي شوف انا ما كنتفرجش مثلا في المسلسلات المغربيه واش تنصحني، كنقول ليه سير ما غاديش تندم صافي سير ما غاديش نعطيه فرصه. فكيتفرجوا كيجيو عندي يقول لي برافو حيت زعما شجعتينا باش نتفرجوا في هذا المسلسل وعجبهم بزاف، والحمد لله هذا الشيء اللي كنشفى انه في الكواليس يعني كانت احيانا كتلقى واحد التعثر ديال الشخصيات يعني الشخصيات ديال الفيلم بزاف بزاف فاش الغالي غادي يعرف وياقوت غادي تعرف فهاديك معرفش انا بزز باش خرجت منها من الغالي حيت قاصني بزاف، وحسيت بداك الغالي اللي كان ما بين يوم وليله كيصبح مقطوع من الشجره ما عرفش شكون هما والديه، هذيك ضراتني بزاف. وعندي واحد لا سيكونس وحده اخرى في مقبره غادي نمشي نزور جدي اللي كان مات الحاج تاج من بعد ما غادي يعرف الغالي حقيقه، حتى هي كانت صعيبه بزاف
صعيبة بزاف وكنا كنتأثروا بهم، وهذا الشيء كامل زوين اللي كان زوين هو الكتابة اللي خلات المساحة للممثل، ماشي أنه يجي ويدي ذاك يوقف كجسد وأنه يهضر لي غيبليك ديالو ويمشي، بالعكس كانت عنده مساحة فين يعبر، كان كيضحك كيفرح كيبكي، كاع لي بيرسوناج كتلقاهم عندهم حاجة نفس لي زيموسيون نفس الأحاسيس، وهذا الشيء كيعاون الممثل أنه يبان أكثر في القصة. رسالة اللي كنقول الجمهور، شكرا لكم على التشجيعات ديالكم، شكرا على الثقه اللي درتو في الدراما المغربيه وكتبعوها، وشكرا على الميساج ديالكم الزوينين سورتو للجاليه المقيمه بالخارج، انهم كيصيفطوا لك هذا الميساج كتفرح ان غتلقى المغاربه تبارك الله فيما مشاو متبعين المنتوج ديالهم وكيشجعوه، فكنشكرهم وكنقول شكرا اي واحد تقف ربع ثقل من البدايات ديالو، من سواء اللي اكتشفني في انستغرام سواء اللي اكتشفني في التلفازه سواء الجمهور الجديد دابا اللي الله يعرفني، كنقول لهم بالتشجيعات ديالكم ان شاء الله غادي نعطيو احسن ما عندنا باش نقدموا احسن الاعمال للجمهور المغربي، ورمضان كريم عليكم وبقاو في ديوركم وان شاء الله قريب نتلاقاو. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.